سجلت الانتخابات مشاهدينا في محافظة بابل انخفاضا في إقبال الناخبين، لا سيما في مركز مدينة الحلة الذي سجل نسبة 3% بعد أن سجل شمال بابل 13% مقارنة ب 9% في جنوبها. أما نسبة المشاركة في عموم المحافظة فلم يتجاوز 25% حسب مفوضية الانتخابات. محافظة الديوانية شهدت أيضا تراجعا في نسبة الناخبين خاصة في مركز المدينة، حيث وصلت إلى نحو 20% حسب مراقبين بعد أن رفضت المفوضية الإفصاح عن نسبة المشاركة الرسمية بسبب حظر التجوال وإغلاق الطرق الخارجية. الآن ينضم إلينا مشاهدينا من الحلة مراسل الحرة ميثم الشباني. ميثم، مساء الخير. نبدأ من هذه النسب القليلة التي ذكرناها، هل صدرت أي ربما أرقام مخالفة عما ذكرناه لرصد نسبة المشاركة داخل محافظة بابل؟ نعم حيدر، يعني لا أدري إن كنت تسمعني أو أسمعك. ترى الصورة، يبدو أن هناك خلل. أسمعك ميثم، تفضل. أوكي، نعم أنا أعتذر كثيرا لأن كان هناك يبدو خلل فني وتم إصلاحه. يعني تعقيبا على ما ورد في هذا الخبر، يعني كانت هذه النسبة لحد الساعة 12 ظهرا حسب يعني التصريحات الأولية أو التسريبات التي وردت إلينا من مفوضية الانتخابات، لكن حتى هذه اللحظة المفوضية أقصد مصادر داخل المفوضية تتحدث عن ارتفاع نسبة المشاركة إلى ما بين 30 إلى 40% باعتبار أن المركز الوطني في بغداد هو من يحدد نسبة المشاركة. في المحافظات لا تستطيع أن تبين هذه النسبة، لكن حصلنا على تسريبات من خلال يعني مراقبي الأحزاب والكيانات السياسية، وما شاهدناه في بعض المراكز داخل مدينة الحلة هناك تقدم، يعني يأتي أولا مثلا قائمة الفتح، ومن ثم قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومن ثم سائرون. لكن الغريب أنه هذا المركز الذي كنا نغطي فيه في الدورة السابقة كان قد يعني رفع رصيد السيدة حنان الفتلاوي، لكن هذه المرة يعني أصوات ربما على عدد الأصابع، وأيضا هناك تدني في مستوى أصوات ائتلاف دولة القانون بزعامة السيد المالكي، هذا على مستوى المدينة. لكن هناك أيضا في جنوب الحلة يعني هناك ولاءات عشائرية، ولاءات لبعض المرشحين، يعني مثلا نجد قرية كاملة ترشح أو تصوت لهذا المرشح أو ذاك باعتبار حسب طبيعة الانتماء القبلي والعشائري. نعم. لكن بطبيعة الحال كل هذه لم تكن معطيات يعني أساسية ممكن اعتمادها. ميثم، هذه ليست معطيات رسمية مثل ما ذكرت، وأيضا الأرقام ليست يعني رسمية كذلك، هذه كلها تقريبية. لكن لو تحدثنا عما رصدته خلال هذه التغطية من خروقات مثل ما شاهدناه ببعض المحافظات الأخرى داخل مراكز الاقتراع، لو تطلعنا عليها بدقيقة لو سمحت. نعم، يعني هناك بعض الخروقات التي حدثت في داخل مركز مدينة الحلة، مثلا هناك تجولت بعض السيارات وهي يعني تشجع وتؤيد لبعض المرشحين، حتى أنها كانت قريبة من بعض مراكز التصويت، إضافة إلى وجود أشخاص يعني ينتمون إلى أحزاب أو يدعمون بعض المرشحين قاموا بتوزيع قصاصات صغيرة تحمل اسم وتسلسل هذا المرشح أو ذاك، حتى في داخل مركز مدينة الحلة وأيضا في مناطق شمال بابل، يعني هناك مركز أو مركزين في الحصوة أيضا حدث فيهما هذا التثقيف داخل المراكز الانتخابية، وهناك أيضا يعني رصدت سيارة حكومية تابعة لجهة متنفذة تقوم بإعطاء مبلغ 50,000 دينار لكل ناخب، وبالتالي من أجل انتخاب هذا المرشح أو ذاك. المفوضية تقول أن هذه الخروقات لم تكن بحجم الإساءة للوضع الانتخابي، هي خروقات فردية ويتم السيطرة عليها. حدثت بعض الإشكاليات في أحد مراكز المسيب بسبب وجود جهة سياسية تثقف لأحد المرشحين. نعم. المفوضية نفت أنها قد أغلقت هذا المركز باعتبار أن عملية التثقيف جرت خارج المركز وليس في الداخل، وبالتالي تم تلافيها بالتأكيد. شكرا جزيلا لك ميثم الشباني مراسل الحرة من مدينة الحلة، وأيضا شكرا لكل المجهود الذي بذلته ميثم لتغطية هذه الانتخابات من داخل مدينة الحلة ومحافظة بابل.